كان حظه لعيب سيء مهم قوي، بصراحه لعيب مهم جدا طبعا جدا. وعنده كوره وهيعرف يشتغل مع فايلر بطريقه لعبه. بس ان شاء الله نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي. طيب نتوقع التشكيل مع بعض مباراه القمه. ممكن نقول الشناوي، هنقول انا طب مجرد توقعات يعني، لكن الله اعلم مستر فايلر هيعمل ايه، ما حدش يقدر يتوقع. طبعا علي معلول في الشمال، معلول ايمن اشرف. انت عندك ناس كتير جاهزه في خط الدفاع في الحقيقه. انا عشان كده بفكر ممكن رامي ربيعه. لو هنقول هيبدا بنفس الشكل كله جاهز ما عدا محمود متولي، الله اعلم هيلحق المباراه ولا لا، لكن الخط ده تقريبا اربع لاعبين جاهزين، عوده سعد سمير وتواجد ايمن اشرف وربيعه كله جاهز. ومين تاني؟ وياسر ابراهيم. ياسر ابراهيم جاهز برضه. ناحيه اليمين هنتكلم في محمد هاني. هاني مش فتحي. لا هاني. هاني انا اعتقد كده. في نص الملعب. نص الملعب ديانج مثلا. وحمدي فتحي. وحمدي فتحي تمام. الثلاثه اللي قدام طبعا زي ما بيبدا قفشه. رمضان. تمام. حسين الشحات. الشحات. البعض يقول لك ازارو ممكن يبتدي، مش اجاي. لا انت تتوقع اجاي. اجاي اللي هيبتدي. تمام. يعني ممكن يكون ده التشكيل اللي بيتوقعه الاستاذ محمود عبد السميع، والكل في الحقيقه الفتره دي هتوقع تشكيل النادي الاهلي لحد او تشكيل كمان نادي الزمالك لحد مباراه يوم السبت باذن الله. طيب ده فيما يتعلق بالنادي الاهلي، لكن انا عايز اتكلم شويه بقى عن المنتخب الاولمبي، لان في قلق شويه صراحه. يعني الناس اتفرجت على ماتش امبارح قدام جنوب افريقيا، عايز اخد انطباعاتك الاول. هقول لك على حاجه. انا من وجهه نظري زي ما يعني انا اتفرجت امبارح على الماتش. انا تهت يعني كناقد رياضي. انا تهت من طريقه اللعب. انا بمعنى ايه تهت يعني؟ يعني انا طريقه اللعب بالنسبه لي جديده خلاص. انت طب هي ايه طريقه اللعب؟ كان بيلعب 3 3 3 1 تقريبا. دي معروفه يعني الطريقه دي اصلا، ما حدش بالي منها. بقول لك انا اللي قعدت يعني استشفيته من القسم بقى. لو لعب 3 3 3 1 تمام. كابتن شوقي ممكن يكون راحت عنده فكره ان انت النهارده اللعيبه بتاعتك بتلعب في انديه، اللعيبه لسه صغيره، لازم او تلعب بالطريقه المعتاده عليها اللي هم واخدين عليها طبعا. يعني خصوصا انت خلاص البطوله قربت بس. يعني انا ده من وجهه نظري. النهارده المدافعين مثلا بيلعبوا في انديتهم 4 4 2. انت النهارده جاي تلعب بيهم 3 بره. طب انت النهارده في السن ده 4 2 3 1 مثلا، السن ده لا يسمح ان انت تعمل كده، ان انت النهارده تيجي تخترع طريقه لعب او تعتمد على طريقه لعب انت بس اللي شايفها. لا انا من وجهه نظري القصه، انا شايفين ماتش امبارح على فكره جنوب افريقيا كان جيد جدا في جدا، عاملين ماتش حلو قوي وما استحقوش الخساره. يعني انت ضايعين ضربه جزاء. ما استحقوش الخساره بعيدا عن ضربه الجزاء كمان. بيلعبوا كويس قوي. فرقه على فكره دي هتصعد. انا شايف ان فرقه قويه. انا بقول لك لكن احنا ما كناش كويسين. يعني هو حتى هم كويسين خلاص. انت زمان تشوف منتخب مصر سواء الاولمبي او الاول كويس، ما بيهمكش انت بتلعب مين ولا بتلعب ايه. لكن انا النهارده شايف ان انت امبارح طريقه اللعب كانت غريبه جدا. يعني انا زي ما بقول لك انا تهت عقبال ما استوعبت 3 3 3 1 ليه؟ بناء على ايه؟ بس انت النهارده بتلعب بطريقه لعب لازم على الاقل تشوف اللعيبه بتاعتك دي اللي في الانديه مثلا. رمضان صبحي الاهلي بيلعب بطريقه ايه؟ فانا يعني خلاص محاور اللعب او الناس اللي انا هعتمد عليها. حتى اللعيبه ما كانتش في مراكزها امبارح. انا بقول لك انا مستغرب. يعني حتى تصريحات، سمعت تصريحات كابتن معتمد جمال قال ان احنا جربنا مش عارف فلان الفلاني في مركز اصلا مش بتاعه خالص، وجربنا مش عارف مين فين مين مكان بيلعب ديفندر وبيلعب هاف. لا لان انا حاجات كده. بقول لك الفكره بعيده شويه. في حاجه ممكن نطلع مبرر مثلا نقول ده تمويه لان المباراه مذاعه مثلا، ولا ده مش طبيعي؟ هو مفيش تمويه. انت تمويه يعني بنحاول نطلع اي مبرر. المفروض ان انت تعمل ماتش ودي عشان توصل برضه لدرجه 90% من التشكيل بتاعك. طبعا وخصوصا ان بنسبه كبيره دي اخر مباراه وديه. بس هو بيطالب ان يبقى في مباراه ثانيه بعد الانتقادات يعني اللي انتشرت امبارح على السوشيال ميديا بين الجماهير المصريه، لان فعلا ما كانش حد فاهم في ايه. انت بتلعب ازاي؟ طريقه لعبك ازاي؟ ما هو انت المفروض برضه لازم يبقى فيه هويه. يعني المنتخبات الكبيره بره بتشوف المنتخب الاولمبي ومنتخب الشباب والمنتخب الاول بيلعبوا نفس الطريقه. يعني بالظبط خلاص الطريقه اللعيب النهارده اتصعد للدرجه اللي كله بيعمل حساب اللي بعد عشان كده. عشان تتعود بقى خلاص. بيعمل حساب اللي بعد كده. لان النهارده بتلعب بطريقه لعب جديده. بس طيب العيب عند مين؟ يعني بعد اللي احنا شفناه امبارح ده
هل لاعبين وامكانيات مثلا لاعبين، ولا جهاز فني واختيارات خاطئه في الشكل التكتيكي بالتحديد مثلا؟ هو القصه كلها زي ما قلت لك شكل اللعب، القصه ما لهاش علاقه باللاعبين. عندنا لعيبه كويسه بصراحه اعتقد النهارده يعني امام عاشور، رمضان صبحي، لا لعيبه ده، حتى الناس اللي بتنزل في الشوط الثاني ما شاء الله اسماء. انا بقول لك القصه بقى انت لازم توظفهم صح. الناس دي خلاص بقى لهم مثلا سنين بيلعبوا في مركزه بطريقه لعبه معينه، في طريقه الهجوم ليه ستايل معين، في طريقه الدفاع بيرجع لحد حته معينه. لكن النهارده بقول لهم يا جماعه تعالوا النهارده اول ماتش انت بتلعب في مركزك، بس واجباتك مش زي اللي انت كنت بتاخد. خلاص ان النهارده مستني منه ايه؟ هيديني ايه؟ هيديني ايه؟ وما فيهاش تمويه زي ما قلت لك، ان انت خلاص بتلعب، انت بتجرب. انت خلاص ده تقريبا اخر ماتش، او انت المفروض توجه رساله من خلال الماتشات دي ان انت جاهز بشكل قوي. مش توجه رساله برضو بحجم أو بالشكل اللي انت المفروض، انت النهارده زي ما قلت لك لازم اجهز 90% من القوام او الشكل او طريقه اللعب. خلاص انا حتى اللعيب اللي عندي احتياطي قاعد سمع في المحاضره انا بلعب بالشكل ايه بالزبط. نازل بيطبقه. لكن النهارده العب بشكل ابدا بشكل معين وبعدين اغير شكل ده في الماتش. انا شايف القصه، وممكن يكون هو ليه وجهه نظر برضو. انا ما يعني انا هو طبعا ادرى مني، فكراجل مدير فني وشايف هو مدرب عنده اسم كبير يعني طبعًا. اسم كويس في الحقيقه، بس لكن زي ما بقول لك انا الفكره ما لا كنت مستنيين احسن من كده، خصوصا انت معاك لعيبه ما جوش الجيل ده يعني خلاص نصهم بيلعب في الدرجه الاولى، حتى يعني لعيبه منتخب اول مش عارف. طبعا. طيب تتوقع ايه المنتخب المصري الاولمبي؟ يعني ان شاء الله نتمنى ان هم ينجحوا في المهمه بتاعتهم، لكن تتوقع ايه؟ هل ممكن لا قدر الله سيناريو المنتخب الاول في بطوله الامم الافريقيه يتكرر، ولا متفائل؟ لا انا متفائل برضه زي ما بقول لك بالاسماء اللي معاه كابتن شوقي. كل احترام طبعا لاختيارات الجهاز الفني زي ما بقول لك، او بطريقه اللعب هو راجل حر في الاول وفي الاخر. طبعا المفروض يتحاسب بعد البطوله من قبل اتحاد الكوره طبعا. انا شايف ان هو يعني توقعي ان هو يغير طريقه لعبه. هيبدا يعتمد الفتره الجايه على طريقه لعب مناسبه للعيبه اللي معاه. بس في اسماء معينه تتوقع استبعادها في القائمه النهائيه ولا ما تقدرش تتوقع؟ لا ما اقدرش اتوقع، خصوصا في ظل عدد كبير جدا من الاسماء في العالم. اسماء كبيره والله. اسماء كبيره زي ما قلت لك، زي ما انت قلت بيلعبوا درجه اولى وفيهم لعيبه منتخب اول، فانا شايف لا انا شايف لا. طب النصيحه اللي ممكن يعني نقولها كمصريين ونتمنى ان مصر ان شاء الله توصل لاولمبياد طوكيو، ممكن ايه النصيحه اللي نقولها او اللي تقولها للكابتن شوقي غريب؟ والله زي ما قلت لك ان النهارده النصيحه ان انت تلعب بطريقه مناسبه للعيب بتاعك، الخامه بتاعت اللعيب بتاعك. بتشوفه هو في النادي بتاعه خلاص الصبح وبالليل وماتشات دوري وماتشات بطوله افريقيه مثلا بيلعب بطريقه لعبه معينه بيتدرب عليها. السن ده ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش النهارده تعالى العب في المنتخب بالطريقه دي ومثلا ما تدافع هتقف عند الحته دي، لا هتحلق من هنا بالبلدي بقى. في النادي عكس الكلام ده يعني العقل تقريبا ممكن ما يستوعبوش بالشكل اللي كابتن شاوي متوقعه يعني. بس فدي هتحصل مشاكل. مش هنشوف المنتخب في طوكيو، ممكن ما نشوف المنتخب اداؤه مش جيد بالدرجه المطلوبه. انت النهارده بتمثل مصر طبعا، بس قصه اللعب التجاري ان انا اكسب لا، انا برضو الجماهير المصريه، اي مدرب بيدرب فرقه مصريه جماهيريه وخلاص انت منتخب يعني مصر كلها بتشجعك، لازم تعمل حساب الاداء. لازم ادائك يبقى كويس جدا على الاقل 90% من ماتشاتك. بس ده شيء مهم في الحقيقه، ونتمنى اكيد للمنتخب الاولمبي كل التوفيق خلال المرحله اللي جايه ان هم يحققوا كل امال المصريين. نروح المنتخب الاول واللي بيلعب في هذه النتيجه لو عارفينها يا جماعه يا ريت تقولوا لي. 0-0 بعد مرور 9 دقائق حتى الان، واستحواذ لمنتخب مصر. في البدايه بتشوف التجربه الاولى للكابتن حسام بدري ازاي ومع منتخب يعتبر مش قوي قوي منتخب بوتسوانا؟ بص هقول لك على حاجه، كابتن حسام بدري طبعا ونتمنى طبعا مش هيلا رقم من خلالها على اداء المنتخب الوطني على الفني، فانا شايف ان كان المفروض ماتش يبقى اقوى من كده شويه، يبقى اقوى طبعا، فرقه اقوى، منتخب اقوى. لان انت النهارده خلاص المفروض تظهر، المفروض ماتش يعني مش هنقول بطبع رسمي، بس يعني انا بالنسبه لي اتمنى ان الفرقه تكون قويه، المنتخب يكون قوي. احنا كنا المفروض هنلعب البرازيل على فكره، بس الكابتن حسام بدري رفض. هل كان الافضل ان احنا نلعب البرازيل؟ يعني مش برازيل كده ولا كده؟ يعني الموضوع صعب جدا، فرق تبقى كبيره جدا، خصوصا ان زي ما قلت لك ان هو هيتحكم عليه من اول ماتش. وزي ما احنا اتكلمنا على كابتن شوقي غريب، ومش ده مش كلامي بس الواحد على فكره، ده كلام معظم الجماهير المصريه من خلال السوشيال ميديا والصفحات يعني. أكيد. بس فانا شايف ان هو كان المفروض المباراه تبقى اقوى من كده. بس وانا ممكن وانا قاعد انا وانت نتوقع النتيجه يعني
2-0 3-0. هل ممكن يكون التفكير عشان هي بدايه لمدير فني جديد مع المنتخب ولازم يبقى في ثقه كده مع البدايات وتعدي بشكل كويس وتاخد ثقه وكلام من ده؟ معلش بالنسبه لمين ثقه بينه وبين الجماهير؟ اه مثلا الجماهير برضه طالبه اداء، واحنا كل الناس مقتنعه ان بتسوانا مش فرقه قويه يعني، او مش المنتخب القوي اللي هيبان نجوم مصر من خلاله، او مش هنقيم كابتن حسام من خلاله وجهازه المعاون واللعيبه. لا انا شايف ان الماتش من وجهه نظر ضعيف جدا يعني. بالمناسبه المباراه يعني هم من دقيقه بالظبط او هي كده دلوقتي عدى 10 دقائق من المباراه، واحنا دلوقتي ايه الساعه 7:18 دقيقه. ليه دايما بنتاخر في المواعيد اللي بتعلن؟ يعني انت دلوقتي ماتش الساعه 7 ليه ما بتديش الساعه 7؟ ليه دايما الموضوع ده موجود في الكره المصريه يعني؟ يمكن عشان ماتش يودي منتخب مصر في المباراه. حتى لو ماتش رسمي ده هنشوف الدوري التصوير بقى الاستراحه ما بين الشوطين بتبقى تلت ساعه تقريبا. التصوير من اللعيبه، لعيب مش جاهز، ممكن يكون الفريق الضيف مثلا سلامات السلام الوطني هنا والسلام الوطني هنا برضو دي امور مش لازم نغفلها يعني. طيب انا كان مهم بالنسبه لي في الحقيقه السكور شيت بتاع منتخب مصر في هذه المباراه وارقام اللاعبين، فخلينا نقولها لحضراتكم. يعني مثلا محمد الشناوي رقم 1، احمد حجازي رقم 6، احمد فتحي رقم 7، طارق حامد ده التشكيل الاساسي يعني، طارق حامد رقم 8، احمد حسن كوكو رقم 9، وحسين الشحات رقم 11، وعبد الله جمعه 15، والنني 17، وعبد الله سعيد رقم 19، ومحمود علاء رقم 20، وتريزيجيه رقم 21. الدكه كمان فيها قفشه مثلا رقم 22 ومحمد بسام رقم 23 وحسام حسن 18 ومجدي او محمد عواد رقم 16 ورجب بكار 13 وايمن اشرف 12 ومحمد حمدي رقم 5 وعمر جابر رقم 4 وحمدي فتحي رقم 3 وباهر محمدي رقم 2. انا بقول الارقام ليه؟ انا عارف انا عاوز انت عاوز تقول ايه؟ طب عايز اقول ايه؟ مفيش رقم 10. مفيش رقم 10. هل ده يعني كتقدير لمحمد صلاح؟ والله هقول لك على حاجه، خلينا متفقين ان هو ممكن يكون تقدير لمحمد صلاح او ممكن يكون اللعيبه الموجوده مش عاوزه تلبس 10. بس في لعيب يعني الاقرب ايه يعني؟ هقول لك على حاجه، رقم 10 ده الناس كلها بترغب في الارتداء، بترغب فيه بس هو عارف ان هو مش هيدوم له. فما بقاش يلبس ماتش وبعد كده يقلعه تاني يعني، او يديه لمحمد صلاح. ولا هو قرار جهاز فني؟ وانا شايف والله ان هو من وجهه نظري ان هو تقدير لمحمد صلاح. تقدير محمد هو ما فيش حاجه طبيعي يعني، محمد صلاح قيمه وقامه كبيره جدا يعني ولازم يتم تقديره بكل تاكيد، لكن هي حاجه لفتت نظري في الحقيقه قلنا ايه نتكلم فيها. طيب رايك كيف التشكيل بقى؟ يعني عندك شناوي واحمد حجازي ومحمود علاء وفتحي وعبد الله جمعه والنني وطارق حامد وسعيد عبد الله سعيد وتريزيجيه وحسين شحات وكوكا، رايك ايه؟ انا من وجهه نظري برضو لو انا من حق داخل في التشكيل انا في محمد النني بعيد، كوكا بعيد. ليه محمد النني بعيد؟ ما هو بيلعب في الدوري الايطالي، بقى له ماتشين موقوف بس يعني موجود. اقول لك على حاجه برضو، او عفوا الدوري التركي مش الايطالي يعني. هو جاي له عرض، هو جاي له عرض من الدوري الايطالي من ميلان يعني، دي حاجه كويسه. انا شايف ان النني في الفتره اللي فاتت بصراحه برضو مش هو اللي ممكن يلعب في المكان ده مع منتخب مصر. النني انا لحد دلوقتي برضو مش فاهم طريقه لعبه ايه، مش هو اللي يلعب اساسي في منتخب مصر. ما بلتحمش يعني، انا بنشوف مثلا انا اتكلم في طارق حامد، راجل ممكن يدخل في, 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 في يفسد لك هجمه، ممكن ما بيخافش، بيتزحلق بتاكلينج، بيطلع مع انه قصير بس بيطلع عالي. لكن النني ما فيش، انا مش فاكر النني اشتراك مثلا في كوره قطع هجمه لمنتخب مصر وعمل هجمه، انا مش فاكر النني ده. فانا شايف ان هو بعيد يعني، ممكن حمدي فتحي يلعب يعني. حمدي فتحي من وجهه نظري برضه. طيب كوكا برضو لا بعيد جدا. بعيد جدا. بس هو واضح ان في قناعه بامكانيات احمد حسن كوكا، دليل ان في عدد من المدربين يعني في يعني مثلا كوبر اختار كوكا، ما راحش معاك كاس العالم بس كان بيختاروا في معظم التصفيات، عندك اجير اختار كوكا، كابتن حسام بدري بيختار كوكا. خلينا متفقين في حاجه، ان ساعات بتبقى مجبور على ده يعني. احنا كان السنوات اللي فاتت كلها عندك ازمه في مركز المهاجم. دي حقيقه. انت فاكر طبعا يعني، حتى لما لعبنا في 2017 كاس الامم الافريقيه في ماتش المغرب تقريبا كهربا كان بيلعب راس حرب بعد اصابه مروان محسن. انت عندك ازمه، لكن دلوقتي بقى عندك بدايل. الاول ما كانش عندك بدايل او ما كانش عندك ثقه في البدايل، لكن انا شايف ان الموضوع صعب يعني. كوكا بعيد جدا ان هو يبقى راس الحربه الوحيد في منتخب مصر، سواء بقى في التصفيات كاس الامم الافريقيه او في كاس العالم. لازم يبقى في حل بديل لكوكا، لازم يكون في حد تاني يعني من وجهه نظري. هل ده التشكيل الانسب اللي ممكن يكون كابتن حسام البدري بيفكر فيه في المباريات الرسميه، وخصوصا ان احنا مجبرين الشهر الجاي على مباراتين يوم 16 اعتقد ويوم 18؟ طبعا هو بيبقى في صلاح طبعا، مكان ممكن يبقى مكان حسين الشحات يعني، لو بس ممكن يكون ده الاختلاف الوحيد بس.
لكن كوكا برضه انا مش ما اعرفش انت ممكن الجولات الجايه في الدوري تطلع ايه مثلا يعني تظهر امكانيات عمرو مرعي مثلا وعندك صلاح محسن ومصطفى محمد ممكن مثلا يلعب مصطفى محمد مهاجم هايل طبعًا. جدا طبعا, طبعًا. مهاجم نادي الزمالك مهاجم هايل جدا فكل دول بالنسبه لي انا من وجهه نظري احسن من كوكا حتى لو صلاح محسن قاعد ما بيلعبش انا شايف انه احسن من كوكا شايف ان مصطفى محمد طبعا لعيب في كل امكانيات يعني كمهاجم يعني ممكن يبقى مهاجم منتخب مصر اساسا هم كده كده في حسابات الكابتن حسام البدري هو كان يمكن كان قال الكلام ده بس هو كان تنسيق ما بين المنتخب الاول والمنتخب الاولمبي كابتن حسام البدري وكابتن شوقي غريب رايك ايه في اعتماد كابتن حسام البدري على الخبرات يعني مثلا تتمثل في احمد فتحي وعبد الله السعيد مثلا احمد فتحي زي ما قلت لك هو لازم يبقى موجود الراجل حق بطل كوره سواء في الاهلي او في ممكن انا ما كنتش حطيته في التشكيل بتاع مباراه الاهلي والزمالك لان انا شايف محمد هاني لازم برضو ياخد ماتش زي دوت الراجل لعب الماتش اللي فات كان مش هقول لك ثقته اتهزت شويه بس لما لعب في مركز غير مركزه وتسبب في ازمه دفاعيه فلازم تديله الثقه دي في ماتش شبه اللي فات بس يلعب في مركزه عشان يظهر لكن احمد فتحي لا غنى عنه احمد فتحي من وجهه نظر احمد فتحي يعني لعيب راجل جدا لعيب زي ما قلت لك هو سن عامل السن بالنسبه له مش مؤثر عليه خالص فانا شايف ان هو يبقى خبره قويه جدا وبرده ككابتن فرقه كابتن منتخب برده شايف ان هو يستحقها بصراحه بس طيب حته ان الكابتن حسام البدري مثلا ما فكرش ان هو ينزل بالاعمار السنيه هل شايف ده شيء كويس ولا كان المفروض ان انت تنزل بالاعمار السنيه ولا كان مهم ان انت تستعين بخبرات مثلا بص هقول لك على حاجه المرحله الجايه مش هينفع فيها لاي جهاز فني في منتخبات منتخبات الكوره عامه كابتن حسام البدري كابتن شوقي مش هينفع مش هيبقى فيه الاخفاقات مش هتبقى مقبوله تمام طبعا انت النهارده كابتن حسام البدري عنده اختيارين وعنده ثالث الاختيار الاولاني ان انا النهارده انزل بالاعمار السنيه واجيب اللاعب اللي هو كان بيعمله في الاهلي لما كان جهاز فني كان ماسك مدير فني في الاهلي كان الراجل بيلعب يعني بيعتمد على الشباب بشكل كبير قوي النهارده لو عملت ده في منتخب مصر ما حدش هيستنى عليك طبعا داخل على تصفيات مستحيل ان احنا يعني كشعب خلاص الشعب المصري بعد اللي حصل في كاس الامم الافريقيه على ارضك ما اعتقدش ان هم هيستحملوا اخفاقات تاني في الكوره اكيد شايف ان كابتن حسام لو لعب برده بالخبره بس طبعا لو لعبت فرق بتلعب كره سريعه كره تعتمد على القوه بتعتمد على البدني عالي شويه فهتبقى برده في ازمه لكن فكره الميكس هو الاختيار الثالث اللي انا اتمنى يبقى موجود يعني انت لو حسبت كده انت عندك ما عندكش الا عبد الله جمعه العمار المقبوله يعني سوري الصغيره شويه وتريزيجيه والنين بس وعندك على فكره محمود علاء مش كبير ولا لا 28 تقريبا 27 تقريبا يعني لكن الشحات 27 كوكا صغير ماشي ما هو برضه ما كوكا صغير بس ما عندوش شايف ان هو لسه بعيد شويه ان هو يلعب محتاج يثبت نفسه بشكل اكبر يعني مع منتخب مصر بالتحديد انت النهارده جربت مره واثنين وثلاثه انا شايف ان استبعاده يعني من وجهه نظر انا برضه هو مش الحل يعني ممكن يبقى اختيار تاني لكن ما بداش بيه او هو ان شاء الله الولد يتالق يعني اتمنى له كل التوفيق طبعا اتمنى انا بتكلم معاك في الكفنيات لا كوكا ما عملش حاجه من ساعه ما دام منتخب مصر ما فيش بصمه طيب رايك ايه في تعامل الكابتن حسام بدري والكابتن محمد بركات في موضوع طارق حامد واللي كتبه على الستوري وكده احنا بنتكلم طبعا عن طارق بما انه عنصر من عناصر منتخب مصر يعني بص انا شايف ان الكابتن حسام بيتميز بالحزم وقوي الشخصيه التعامل مع اللاعبين بيعرف يتعامل مع النجوم كويس قوي طبعا طارق حامد زي ما انت بتقول احنا بنتكلم عليه كلاعب في منتخب مصر طبعا وجهاز فني منتخب مصر يعني طريقه تعامله في هذه الجزئيه فانا شايف ان هم يعني هو كابتن حسام قادر يتعامل مع اي لعيب اي نجم لانه شخصيته قويه كابتن محمد بركات برده شخصيته قويه طبعا جدا بعيد عن يعني اللعيبه الظاهر للناس الظاهر للناس شخصيه قويه بس فانا شايف ان هو يعني التعامل مناسب ان هم ما يعني ما فيش عقوبه او حاجه رغم التحذيرات ده من موضوع السوشيال ميديا بعد الازمات اللي كانت موجوده من المنتخب في امم افريقيا بص انا شايف برضه ممكن يكون عشان التجربه وديه عشان المعسكر ممكن يكون مغلق شويه كله في دور واحد المطعم في دور ما بيتصوروش مع الجماهير ما بينزلوش بس ده عشان زي ما قلت لك اللي حصل قبل كده لكن التعامل انا شايف ان هو تعامل كويس في المرحله دي طيب سؤالين بشكل سريع فيما يتعلق بالمنتخب الاولمبي تتوقع تاهله باذن الله لاولمبياد طوكيو وفوزه بالبطوله ولا تتمنى واحنا كلنا بنتمنى في الحقيقه لكن هل تتوقع ولا الموضوع اتوقع بس هيبقى صعب شويه صعب بس اتوقع ان شاء الله يعني واتمنى
طيب منتخب مصر الاول مع كابتن حسام بدري بتفكر ازاي في المسيره نفسها هتبقى عامله ازاي ان شاء الله؟ انا شايف ان كابتن حسام زي ما قلت لك احنا هنشوف النهارده ان شاء الله المباراه هيبان ملامح، لكن هو كمدرب لا عنده طريقه قادر طبعا. قادر 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 باللعيبه اللي معاه. اختم معاك بماتش الاهلي والزمالك، تقدر تتنبأ بالمباراه والسيناريو اللي ممكن يحصل؟ والله صعب 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 جدا صعب جدا يعني. لكن المعطيات مثلا اللي بتظهر لك قبل المباراه يعني شايفها؟ والله بص هقول لك على حاجه، هو الاهلي فيه مفاتيح لعب وفي جهاز فني بيستغلها كويس، الزمالك فيه مفاتيح لعب لو استغلها كويس يعني هيأثروا في المباراه ان شاء الله ما استغلهاش. لكن انا بكلمك في 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 خلاص بنتكلم على قطبي الكره المصريه، ان شاء الله الماتش يبقى كويس، ان شاء الله يبقى فيه روح رياضيه. وده الشيء المهم في الحقيقه. ده اللي احنا بنتمناه يعني ايا كانت نتيجه المباراه. نبره التعصب اللي دايما بتسبق مباراه القمه يعني بتشوف تفسيرها ايه؟ شايفه ان هي جماهير بعض الجماهير صغار السن برضه، الفكره برضه بيتفرجوا بره على على قصه بيتابعوا صفحات الالتراس الهوليجانز الكلام دوت اللي هو يعني بتاعت الانديه الخارجيه العالميه، فبيحبوا يقلدوا، لكن ان شاء الله ما نشوفش ده باذن الله يعني. المباراه هتبقى فين؟ ما تعرفش؟ لا لسه محدش علم. لسه اتوقع في برج العرب. تتوقع بجمهور ولا من غير؟ اتوقع لا مش عارف برضه، بس اتوقع بجمهوري. لو في برج العرب بجمهور اتوقع. هو المفروض لحد دلوقتي هي في استاد القاهره بس ما فيش اي يعني حد اعلن عن اي حاجه يعني. وعلى الفكره اصلا انت برج العرب لو في جماهير انت بتعرف تسيطر على الجماهير. وليه ما نقدرش نسيطر على الجماهير في استاد القاهره؟ ما استاد القاهره كان مليان جماهير في امم افريقيا يعني. ما انا هقول لك على حاجه، انت النهارده لسه بنتكلم عن التعصب. في زي ما قلت لك معدل اعمار معين بقت القصه بالنسبه لهم صعبه يعني. بس التعصب بالنسبه لهم بقى خلاص، فانت النهارده مش عاوز مشاكل. ف ونتمنى ان شاء الله بعد كده نشوف المباريات في استاد القاهره بجماهير باذن الله، بس ده برضه يرجع للجماهير. اكيد الجماهير لو اثبتت حسن النيه في اكتر من مباراه خلاص الدنيا هتفتح يعني. ان شاء الله باذن الله نتمنى انتهاء التعصب او ان هو يقل شويه على اقل تقدير يعني خلال الفتره المقبله، خصوصا ان احنا مقبلين على مباراه مهمه قوي، مباراه الاهلي والزمالك، فرقتين كبار جدا، وان شاء الله هي دعوه للاستمتاع من الجانب الفني، ونتمنى نستمتع اكتر بحضور الجماهير في هذه المباراه. وهنشوف طبعا القرارات هتكون ايه بشكل نهائي خلال الايام القليله جدا المقبله، ونتمنى في النهايه طبعا كل التوفيق للنادي الاهلي انه يفوز في هذه المباراه ويضيف 3 نقاط اخرى في رصيده ومشواره في بطوله الدوري. استاذ محمود انا بشكرك شكرا جزيلا، نورتنا وشرفتنا. ميرسي يا حبيبي، ربنا يخليك. بشكرك شكرا جزيلا. كان ضيفنا العزيز استاذ محمود عبد السميع الناقد الرياضي بالاهرام، واتكلمنا في العديد من الملفات اللي بتتعلق منتخب مصر الاول والاولمبي، وايضا فيما يتعلق بالنادي الاهلي ومباراته المقبله مع نادي الزمالك. دي كانت حلقتنا من كلام في الميديا النهارده، استنونا حلقه جديده بكره باذن الله تعالى. الى اللقاء.